زي ما انت زي ما انت. انت شايف ان انا صح كده في الطريق اللي انا ماشي فيه؟ انت الحمد لله يعني في سنتين لما انت اشتغلت لوحدك الحمد لله الاتحاد الفروسية كرمك كأحسن مركز فروسية خاص في مصر. اللي انت ماشي فيه يعني بنتكلم في نسبة 90% صح، لان الكمال لله وحده. بس يو. انا يا بك دي مواعيد معلش دي مواعيد يا راجل. طريق ايه بس انت كل يوم تقول لي الطريق؟ لو في حاجه تانية اقولها، لو في حاجه تانية الاقيها اقولها. انت راجل ساكن في اكتوبر ما بتعانيش معاناة الهرم. مش هتنقل بقى؟ قريب. امتى؟ اجهز شقتي في الحدايق وابقى مسافه 20 كيلو بيني وبينك. اكيد اكيد الهرم هيوحشك. هيوحشني؟ انا هروح هقعد في الشقه تقريبا ساعه واحده في اليوم وال23 ساعه التانيين انا قاعد في الهرم. تصدق انا وحشني الهرم جدا. الهرم دي مود مش هتلاقيه في اي حته تانية. السهره والوقفه بتاعت المصيه والقهاوي البلدي والكلام ده مش هتلاقي. لا ما احنا عايزين نبطل الحاجات دي بقى. لا ابطلها ايه؟ دي بتجري هنا بتجري هنا في الدم كده. مالك وجدي بيه ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعمه دي؟ ده انا مش مصدق وشغل الحشوات اللي معموله هناك دي. ايه ده؟ ده جبروت. الظاهر وقتها كان لسه القرو ببلاش ولا حاجه. واضح ده القرو ببلاش إيه والمصنعيه. مصنعيه هايله دماغ رايقه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ مفيش احلى من كده واسرع من كده. ميكانيزم هايل يعني. تتعجلش. هنا هتقفل هنا كمان. نفتح كمان عشان يفتح القرص. تعالى يا جمعه تعالى. ترفع معايا يا جمعه تعالى كده. طلع دي على بره. ايوه. اعدل بقى كده. الله. هات كده من الكراسي الكنين اللي جوه يا جمعه اما نشوف. هما مش بتوعها بس لاقين عليها قوي. رجل مختلف. ولو بقى لقينا حد يعمل لنا الفتله الرفيعه دي قوي. مين هيعرف يعمل الفتله الرفيعه؟ مش عارف بقى. العرض كده العرض بتاعكم؟ بس ايه ده بقى ده صوفي ده. اللي هو كان عم بونجو الله يرحمه. لو شفت بقى انت انا معلم فاروق. هم كانوا عايزين دقيقتين انا دي خليته لف ربع ساعه ما بقاش مصدقين. كل الشغل اهو حتى القفله بتاعتك يا سيد. بس المكان ده كان بيشتغل فين؟ في المولويه عندنا. ما انا سبتكم، سبت النقاشه، سبت صناعتي النقاشه ورحت داخل في التنوره. كان هو الاول بس في مصر. ما كانش في حد لسه. كان هو ما كانش في يعني كانت لسه ما انتشرش، كان الموضوع لسه جديد. فان انت تسيب الشغلانه على النقاشه مثلا وتروح ده فكان موضوع ان هي مثلا غريب كان بيزعق لك ما تروحش وما تسيبهاش وتروح. كنت بهرب انا واستخبى تروح له. كانت الشغلانه دي ما كانتش لسه انتشرت خالص. ما هو هي اساس كانت كنا احنا بنلف في الموالد. انا اتمتعت سافرت العالم ده كله ورحت امريكا دي 33 ولايه يا ابو ايمن. يعني شرق وغرب. ما هو ربنا ما قطع من هنا عيشي عشان انا غوي دي وربنا كرمني وتعلمت وعلمت اجيال. في لسه بقى في عندي اخر جيل اللي هو من 4 سنين هتشوفه برضه. مدرسه دي؟ مدرسه من 4 سنين 6 ل 8 ل 11 سنه.
تعالى. السلام عليكم. ازيك يا بابا؟ دكتور انتوا مش هتحطوا تفضوا حته تحطوا فيها جوائز الفاينل؟ يا رب بس ادعي لنا ان ربنا يتمهلنا على خير. بس الحاجات بتاعتي ما تطلعوهاش بره، سيبوها بره. دي عقده دي يا دكتور. ده اهم حاجه. سؤال بقى دكتور، انا من ساعه ما دخلت المكتب عارف الكاس الكبير ده بتاع ايه؟ ده اخر بطوله جمهوريه رسميه اتعملت في ادب الخيل وخدت فيها مركز اول سنه 86. 86؟ اه. ومن بعديها ما اتعملتش بطوله تاني. طب ولو حبوا يعملوا بطوله تانية؟ لازم يعملوا، عشان تبقى بطوله رسميه لازم تبقى تبع اتحاد. دي كانت اخر بطوله ايام ما كان اتحاد الانديه الريفيه لسه قائم. فلو هيقرروا يعملوها تاني لازم يعملوها تبع اتحاد. لو هيعملوها تاني هياخدوا الكاس يسلموها للي انا مش هديه لحد تاني. هو ده كان داس دوري كل سنه يروح للبطل بتاع السنه. واخر بطوله اتعملت انت انا خدته وما عملوش تاني. فهبيعه بقى وخلاص. والكاس اللي جنبيه ده اللي هو كانت الفرس واخده المركز الثاني في الجمال في ادب الخير نفس اليوم. اه ما شاء الله. دي اول فرس ركبها يوسف. اه كان عندي 4 سنين ونص. اول فرس ركبها يوسف. عندي صور ليها اوريك وانا راكبها وبتلعب وانا عندي 4 سنين ونص. انت لابس الجلابيه؟ لا اللي في العزبه. لا ما كنتش لابس الجلابيه. حصان تاني ده صح؟ حصان تاني. اه استاذ ايه الاخبار؟ كله تمام. احلى بنطلون جينز طبعا 17 جنيه ونص لي. ومين اللي كان بيخش الشواربي؟ لويز. ايوه فاكر المركز ليفايز. مين كان بيخش الشواربي؟ ليلى طه. لي لويز وفايزه احمد. دول كانوا المسيطرين على الماركات. ماركات والناس اختلفت بس جميله وسط البلد. بس الزحمه بتخنقني شويه. هو احلى حاجه ده كمان دلوقتي لما تنزل الجمعه الصبح بدري تبتدي تتمشى في وسط البلد، توصل لغايه سيمونز، تاخد الكراسون، كابتشينو بتاعك. لسه كنت من كام يوم هناك، خدت كابتشينو وجاتوهايا. ايه ده ايه الروعه دي؟ مش عايز اقوم. الدنيا اختلفت قوي عن المكان الاول. اه طبعا مكان وسع كمان. انا ما اعرفش وسعه ازاي. الزرد كان فيه مطابخ ورا وضمور. بالظبط هو كده، هو كده فعلا. البورصه عملوها حلو الحقيقه. البورصه نطفت قوي. واحلى حاجه حصلت القهاوي اللي شارد دي كلها من هنا. كنت مش عارف امشي هنا. او الشارع ده كنت مش عارف تمشي هنا خالص. كان كلها كراسي 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 كراسي. تيجي نطلع ناخد عربيات نروح نقعد شويه على القهوه؟ ماشي يلا اروح على محل العربيات انها. اوكي ماشي. دبدوب دبدوبه عامل ايه يا ولد؟ عم صبحي تيجي يا اينو تسلم على الهورس؟ تعالى. الله ازيك يا ريس؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الخير اتظبط البطوله؟ ايوه يا باشا. شحمت وحطيت شحم وقطران وكله؟ كله متظبط؟ طب زي الفل. بص يا اينو الهورس. اديله كيس يا اينو. استنى. طب تعالى نروح لواحد تاني عشان ده مش طيب قوي، ماشي؟ ده كبير عليك. تعالى يا اينو. بص ده بقى. تيجي معايا؟ طبطب عليه. شفت طيب قوي ازاي؟ اعمل كده. بص طيب ازاي؟ ايه رايك؟ هج يا اينو يلا. تمام؟ ادي الهورس هج يلا يا اينو. بايديك الاثنين، بايديك الاثنين. الله برافو جدع. اديله كسه. الله طبطب عليه هنا. تعالى اقول لهاني بقى تمريناتي عملت ايه؟ بنجيب الهورس يمين ازاي؟ كده. وشمال؟ وبنديله رجل ازاي؟ جدع. وبنوقف الهورس ازاي؟ كده. تلميذي برافو برافو دوب دوب جدع جدع. تلميذي عليا ليه؟ ايه؟ انت التلميذ بتاعي. مش انا اللي معلمك تجيب الهورس يمين وشمال ازاي؟ قول له لا بابي. لا انا اللي كنت واقف معاك. ما تنكرش فضلي. عيب بابي. عيب مش من دلوقتي. قول له لا بابي اللي علمني. مين اللي علمك؟ مين اللي كان ماسكك وانت على الهورس؟ بابي. لا بابي. بابي امتى؟ ده كان قاعد في المكتب. ماشي. ماشي. شفت انا مش مستغرب. عادي عادي عادي. مين اللي علمك كل حاجه يا اينو؟ بابي. كل حاجه؟ طب كل حاجه؟ اي حاجه؟ مفيش سلام عليكم حتى؟ ما قول له لا مفيش. يلا بقى روح مع جده لغايه لما
نركب يطلعوا لنا الحصان. ماشي يلا باي اينو باي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص تنسافي كمان تخلي صوت. عارف نور يا ابو علي. لا بس عارف نور يا ابو علي. ده كده فاضل بقى الفينش بس. دي زمان انا بصنفر وشغال الله ينور صح يا اسطى؟ ما انت خدت مجال واحنا خدنا مجال. وانا برضه اشتغلت برضك صبي برضك شويه. اشتغلت ما انا اشتغلتك مع عمك. اشتغلت شويه برضك. وبعد كده رحت خطفك بقى وقلت لك لا بقى تعالى خليك معانا. لا بس عليك نور. وعقبال سيد بقى يا سيدي. ربنا يا سيدي نشوف لك شقه هنا جنب مننا على اساس برضه نبقى كلنا مع بعض جنب بعض. ربنا بقى احنا هنشوفه في عماير هنا. ربنا يسهل. ربنا يسهل. احنا شفنا العماره هنا. انت بقالك كام سنه هنا يا ابو سيد؟ انا بقالي انا من 80 كانت هنا الشقه رخيصه. ربنا يسهله بقى هو بقى ايه يعني نشوف له اي شقه هنا كده وبعد كده ايه يكون نفسه ونشتري له شقه. يا رب يا كريم. يا مسهل الكريم يا رب. فاحنا عايزينه يبقى جنبينا هنا زي ما احنا ايه كلنا هنا. احنا طول عمرنا كلنا جنب بعضنا. احنا كلنا عزوه واحده مش عايزين نسيب بعضنا. احنا مش عايزين بس خطيبتك عايزه تروح تسكن في الهرم. فقلت لا على اساس احنا لا احنا هنا احنا وبعدين احنا في السلام. انا عايش في عمري في السلام دي 25 سنه وانت بقالك 40 سنه واحنا كلنا سيبنا مكاننا حدائق القبه وسيبنا سرايا القبه وسيبنا مكاننا وجينا هنا عشان نبقى جنب بعضنا كلنا. ربنا يسهل. ما نسيبش بعضينا. ربنا يسهل. طبعا انا هاخد جنبكم هنا عشان ما اسيبكوش. طبعا طبعا ما نسيبش المكان ابدا. طبعا اكيد. ان شاء الله وربنا يوفقك يا سيدي ويلاقي لك شقه باذن الله. يا رب ان شاء الله. يا رب يا كريم. والشيشه على ميه برده ولا نبعد من صدر. شوف طلعت حرب وانت ماشي. طلعت حرب كان حلو جدا. انا ما كنتش متوقع ان يبقى فاضي بس هم بعد ما شالوا البياعين ونظفوا الشوارع فرق كمان الحكومه لما عملت النظافه الخارجيه للمباني تحسس بالعراقه تاني رجع تاني. يعني بتحس بالقاهره الخدويه من اول وجديد بجد. ده حقيقي يعني. ده حقيقي. وبعدين اللمسات الاخيره اللي اتعمل برده لما شالوا البياعين نظفوا الشوارع شالوا الركنات القهاوي اللي كانت قافله الممرات دي كلها اتشالت. طبعا لا في حاجات فرقت بس في الثلاثينات كانت القاهره احلى عاصمه في العالم. انا حاسس ان في لمسات بدات ترجع. طبعا مش هترجع زي زمان ما فيش حاجه بترجع تاني. بس في لمسات جميله. في حاجات ملموسه. ما هي في حاجات في المستقبل هتبان اكتر. هتبقى حلو. هتبقى حلو ان شاء الله احسن واحسن. طب وانت ما بتفكرش بقى ترجع وسط البلد مع البنات والمدارس والكلام ده؟ هوديهم فين؟ وبعدين هم خلاص حبوا يعني رستوا عيشتهم هناك. المدرسة جنب البيت، النادي جنب البيت، خد بالك، شغل مراتي جنب البيت، أنا الوحيد اللي بطلع بس، بس هما اللي بييجوا المحل بيبقوا مبسوطين، يعني بيقعدوا شوية كويسين. أنت كويس زي ما بتجيبهم على فكرة بيحبوا يتمشوا. بتربي جواهم حاجة. ده لازم. أنت اللي حبيت وسط البلد خلاص. والله بص هو اللي بيتولد في حتة صعب إنه يطلع منها. شكراً. شكراً. أنت ظروفك مختلفة بس أنا مرتبط جداً بالمكان. تسلم. شكراً. فاكر ايام الحد لما كنا ننزل ونتمشى طلعت حرب لما كنا بنخرج مع الشله تتلم والشله
ونطلع النادي الاهلي ونتمرن ونخلص اليوم كله ونرجع تاني ونخش السينما ونخلص فيلم نخش الفيلم السينما تانية. شغل جنان يا اخي. برضو حدائق الاهرام ما بقتش زي الاول، عارف يعني. انا كنت الاول مبسوط قوي، الهدوء الراحه، كنت تسمع حاجه اسمها ايه بجد، صوت السكون، عارف يعني. تيجي كده على 8 9 بالليل تلاقي الدنيا هص هص، ما تعرفش بقى ايه دلوقتي، 9 ولا 1 بالليل ولا 3 الفجر، مفيش هص هص. بدا بقى الزحف العمراني يخش، كان تراخيص البونه كان بتيجي من جمعيه تعمير الصحراء الاهرام، ده كان بيلزمك انك تبني على 60% ولا 40% حدائق، تمام، ولازم يبقى عندك جراج هتعدى على الكلام ده وما تزيدش 4 ادوار. كل ده اتكسر، كل ده انت عارف دلوقتي المقاولين بيعملوا ايه، بياخدوا العمارات الصغيره زي اللي انا ساكن فيها دي، تمام، بيشتروها ويهدوها يروحوا بنينها، بيبنوا على ايه؟ ده يعني مش 100%، ده لو طال يطلع على الرصيف كمان ياخد. هدور انا بقى العربيه السيد قبل ما انت ايه تغير. ها خلاص ماشي، هطلع بقى عشان اروح الميكانيكي. خلاص ماشي ماشي، هسخن قبل ما انت ايه تغير وتنزل. يا اسطى صباح الفل. يا عامل ايه يا اسطى؟ هات ميه. غيرت زيت ده امتى؟ بقالي شهر دور بالظبط يعني. أوه. عملت عليها كام ازمه مصطفى؟ ما انت مشوارك بعيد يا مصطفى. اغير عندي زيت. ما احنا عايزين نغيره عشان المشوار يا مصطفى يعني. اغيره ما لا اغيره اغيره. ايوه عشان ما تعرفش، ما انت مشوارك يعني مش قريب. تعالى يا استاذ هشام يلا. نورا ماشي، شفت الشلم بتاع فاروق الجديد اللي انا جبته؟ لا دي عندك. لا دي عندك. شفت الشلم فاروق الجديد؟ الشلم ولا العشرة؟ لا شلم ولا الريال؟ لا لا شلم الورق بتاع فاروق. اشكرك حسبي الله لك. انت ما وريتنيش بقيه الحاجه اللي جبتها. في شيلنات دول جداد دول. لا حاجه كنت لسه جايبه امبارح. شفت الحاله بتاعته؟ مش فضه. لا لا شلم الورق. انا شفت الشيلين ده يا جماعه. ثانيه واحده، انا عشته. ده هو ايه الفرق؟ لا ده ها فرق جامد. ده الملك فاروق، ده الملك، ده عبد الناصر. ياه عبد الناصر. عبد الناصر والسادات. ماشي. عايزه اغلط. ادتني حاجه زي كده. انا هديك. ايوه اديتني. بقول لك دلوقتي انت طلع النقل. نقل ايه؟ احنا لو فكرنا ان احنا نروح حته جديده هنروح فين؟ مش عارفه اروح بعد من كده فين. والمدارس المشكله في المدارس والنادي وارتباط بالمكان ده دلوقتي. مامتي كنت كل ما اروح تقول انت هتروحي ابعد من كده ايه؟ فاكر اول ما جينا كانت فاضيه ازاي؟ كانوا زعلانين من كتر الفضاء. انت ناسي لما وضبنا قلت لي ايه؟ كنا لسه ما كنت حامل في ملك. مش هقعد هنا، هنقفل كتر ما هي فاضيه ونوضب والدنيا فاضيه وهصص. كانت مديره المدرسه بتقول لك ايه؟ بنسمع صوت السكون. السكون صح. دلوقتي هو في صوت الكلاب دلوقتي بنسمع صوت الدوشه. الدوشه والتوك توك اللي بيحط لي للاسف ما اعرفش مزيكه ايه. حسب الله اللي معايا دي هي. وانت لسه ما معكش اولاد او هم لسه صغيرين ما دخلوش مدارس حاجه هتفرق. وقصه ان دخلوا مدارس والتزموا بنوادي وخلاص هتروح فين بقى؟ فين بقى النهارده؟ نشوف العرض بقى ونشوف ايه اخبار العدد ايه عشان طبعا ايه نروح نشوف عنده الحاجه
ايوه ايه اخبار التنانين الجديده والقصات وبتاع؟ ما اعرفش، عاوز اظبط المقاسات، اعمل تشينج على التغيير، شوف يعني المقاسات عاوزها خفيفه ولا وسط؟ لا انا عايزها تكون مظبوطه تقيله كده، انت عارف ان انا بحب الشغل بتاعي تكون تقيله وكده. اه وانت عارف بقى انا احب التقيل. خلاص عشان يظبط معانا في الشغل. بص يا منوس، ده فيه الوان فرايحي حلوه اللي هو اللي فيه الليموني والاورنج وعلى اساس اسود. في اللون الابيض في اسود ده، وفي شكل تاني اهو زي ده. لان لما انت لما تيجي تلف بتدي ضايم الالوان بتدي طيب خلينا برتقالي فاهمني، تمام، والليموني تمام، والابيض تمام، وفي اللون اللي هو الفوشيا اللي هو البينك كده بينك. بجد والله هو حاجه كده على قد من صابر ولا ايه؟ يعني جوز عوان برضه. طبعا ربنا يخليك يا فندم. يعني هيجي الشغل ازاي وحش وابوك هو اللي معلمك طبعا. الحمد لله. بقى نفسنا ان شاء الله نتجمع في سفريه وانت تبقى فيها معانا ان شاء الله. يا ريت باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ما احنا كنا في مش كنا في اما كنا 80 تنوره قطر بصراحه جت الحق. ال 80 تنوره عملوا حساب لانوس. طبعا يا ابني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لكل بني ادم كلهم يعمل كل ده اللي تحت ايه يقول له بعد اذنك النص هعمل الحركه دي قبل لله ثم ده يعتبر يعني مش عايز اقول لك يعني احنا ما احنا لا يعني حاجه يعني زي كريم احنا ما يعني حاجه خلاص كريم احنا ما رحنا بركه في ربنا وفيكم مصطفى اللي هو النوس بالنسبه لكم من اساتذه التنور الاستعراضي بص يعني انا بفتخر ان انا فزت فرقه التنوره واتعلمت انا بلعب كوره ايوه اخواتي كلهم بتوع كوره لكن دخلت حبي في التنوره لما اتفرجت شفت ده بيلف وبشعره وشفت الله يرحمه عم بندق وعم احمد وشفت الجيل القديم من هنا سبت كل اللي ورايا سبت بره وحبيت هنا مع اني مش كنتش في الفن وماليش في الشغلانه مع اني كان نفسي اشوفه برضك في ايام ما كان في ماجدو عشان اتفرج عليه يا ابني ده كان عالم من التنور بص لنفسك انا ايه اللي خلاني انا بطلت خلاص عشان السن وبرضه الايه قبل كل حاجه اما لقيتك انت بشوف نفسي فيك يا نهار ابيض دول بقوا بياكلوا انا
انا نقصت نص درجه الترم ده، حضرتك تفرح بيها جدا نص درجه. انا فرحانه على طول يا حبيبي. انت شطوره، يكفي انك تذاكري لوحدك، مفيش مدرس، مفيش مجموعه، مفيش كلام اهبل من ده. في بابا وماما سيطلع عينيهم بس مش مشكله، انت شطوره. ربنا يخليك والله كده تنجحي كده تبقي زي ما انت عايزه بقى ان شاء الله. عالمه برضو؟ اه مصممه وعالمه ذره ذره. قلت لنوران مبروك يا تونا، انها مبروك على النجاح. ايش انا اقول لها؟ مبروك والنجاح منا. ادي لها 99 بوسه. 99 بوسه. كويس جدا، حاولي كولكت الخطوه كمان، هدي بصوتك ورجلك فيه بالراحه احسن. دقنك فوق وبصي سنه شمال جدعه. احسن، نرجع تاني ستريت جنب السور. جميله. المشكله ان اللي شايف الصوره من بره شايفها ان خيل وترفيه وسفاري والحياه ظريفه خالص، ما يعرفش المشاكل اللي بتبقى جوه. ما احنا عشان بنشتغل في حاجتنا، هو عشان كده تحس ان الموضوع متعب بالنسبه لك. يعني في مدربين بيشتغلوا في نوادي عامه، بيشتغلوا الموضوع بيبقى مش اللود والهيدك ما بيبقاش بنفس اللي احنا فيه. انت بس عشان اداره مكان وسياس بمشاكل كتير، هي دي اكيد لازم مشاكل الخيل ومشاكل التدريب ومشاكل اللعيبه. انت عندك مثلا لعيب ممكن يبقى فيه حاجات نفسيه جواه من لعيب تاني، يعني ان انت تكنترول روح الفريق، ان كله يبقى بيلعب تحت اسم مكان واحد، ما يبقاش فيه التنافس او الطاقه السلبيه ما بين اللعيبه وبعضيها. ده موضوع صعب جدا. اه طبعا صعب، بس ده دورك. يعني انت لازم ان انت نحاول نصلح ما بين الناس ونخلي ما فيش اي نفسيات ما بين اللعيبه وبعضها. ده طبعا اكيد صعب، بس يعني اللي بيريحنا في القصه دي كلها اكتر حاجه لما بتيجي نازل بطوله وتيجي فاينل وربنا بيكرمنا وبتحقق مراكز، دي بالنسبه لنا يعني بتشيل كل التعب اللي احنا فيه. عايزين نعمل سكان ننزل الصور دي على الكمبيوتر، عشان الصور دي يعني قديمه جدا، فخايفين لحسن تبوظ والكلام ده. دي قديمه قوي، ربنا يكرمنا. اه دي هتلاقيها من التسعينات دي. ده عباره عن ايه اصلا؟ ده عباره عن جرايد العمل اللي انت هتنزله. المعاك دي من 92، يعني ممكن ما تكونش ده أقدم حاجة، بس حالتها جيدة. أنت فاهم؟ أوريك أنا حاجة كده. الصور بتاعتكم أنتوا هنا طبعًا. آه. يعني دول، بص دي الفرقة، بس دول أعضاء الفرقة الأساسيين، دول. دي الناس القديمة. هي دي الفرقة. يعني بص أبويا هو عم بندق، وده كان نص النهار. أيوة التصوير ده قديم، التصوير ده قديم. بص قد إيه؟ من التسعينات. بص يا عم كان عامل إزاي صحيح؟ آه كان لسه، وهتلاقي لي صورة هنا برضك تانية. تعمل في شغلك؟ اهو الحمد لله تمام. انتوا اخباركم؟ يعني ناوي ان شاء الله ان انا افتح مدرسه، ويكون اللي بيدرب فيها يكون والدي طبعا، يكون هو اللي مسكها. فنفسي يعني ان انا افتح حاجه طبعا زي كده. طبعا مصطفى حاجه كبيره، حاجه كويسه يعني. بمناسبه ان اي حد دلوقتي بقى يلف يعني التنوير بقى كتير. لا 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 بس لا لا بس الفكره دي كويسه. اه بس اشوف له بس المكان واظبط بس الدنيا بتاعتي ان شاء الله، مدرسه واعمل له دعايه فيها، وفي ناس بتبقى طالبه انها تتعلم وكده. جميل، فربنا يسهل يعني. طب دي حاجه كويسه، انت ممكن تفتح مدرسه برضه تبقى فكره جميله. على فكره مدرسه وبرضه تعليم وعلم فيها بنات وشباب، يبقى الحاجه يبقى مثلا اطفاله كله. اه كله. اه ما كله اللي عايز يتعلم، يبقى الموضوع المهنه مستمره. اه يبقى الموضوع مستمر بالظبط كده. حلوة حلوة حلوة، ده هي وديتانو كده. هي قصدك يا زين؟ حلوة حلوة
حلو يا نوره تاني جامد. حلو جامد. برافو. انت تملي مؤخرنا يا سيد. تملنا. طب انا خلاص انا كده جاهز عشان ده لسه احنا هننزل صلاح سالم وهروح الغوري. مش هتاخر. هنطلع من الغوري هنروح 6 اكتوبر. ماشي تمام. ها يا بابا حب احط الهدومين. بس على ما حط واحد ما نعملوش. عمو اسحاق صباح الخير. صباح الخير. يا تي ايش بالياف انت بتكرمو فيرو مسيلياتس. صباح الخير. كاليميرا اساس. كاليميرا. كاليميرا. اهلا وسهلا. عامله ايه؟ كله تمام؟ اهلا نورتوا. ازيك يا انتي؟ رئيسة عامله ايه؟ نورتوني. كله تمام؟ سلمي على يايا. نورتوني يا حبايبي. يا قمر يا قمر. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الدنيا كويسه؟ الحمد لله. لنكي نكي ايدايكي النكي الحلوه النكي ريدي الصغيره ضحكت النكي صغيرة. شفت عملنا ايه في الصاله اخر مره؟ نعم. عملنا شويه توضيبات كده تانية بعد اللي انت شفتيها. لمعنا الرخام شويه زياده. مبروك. الوزره برضو روقناها. تمام. مبروك. وجالنا شويه حاجات كده بقى قصر من المنصوره وفي بضاعه جت من الزمان. طلعتهم في كل حاجه قاعده تطلع. يلا نظبط بقى عشان عايزين نعمل مزاد قريب. مزاد كان ان شاء الله هيبقى يعني كونيتي كده برضو اسبوعين ثلاثه كده ولا حاجه ونعمل مزاد باذن الله. يعني بدانا الحمد لله شويه. انت عارفه احنا بقالنا فتره ما فيش حاجه تفتح النفس. ما فيش بضاعه تفتح النفس. يعني الدنيا كانت برضو كام سنه اللي فاتت دول مش كويسه قوي. في ناس بدأت بقى ان هي تغير تروح بقى اللي بيسموها التجمعات الجديده. التجمع الخامس ما اعرفش هنا هناك زايد اكتوبر الكلام ده. بدأوا الحاجات القديمه في البيوت الكبيره ما لهاش مطرح في البيوت الصغيره دي. فبدأت تنزل لنا تاني في حاجه تفتح النفس بقى. بدأنا كده نعيش الذكريات الحاجات القديمه زي ايام بابو كده. فين ايام بابو؟ يلا امشي انا؟ امشي. خلاص روح المحل. بالسلامة. عندنا شويه بضاعه نستلمها. بالسلامة. باي. يلا نشوفك على خير. وانت من اهل الخير. انا بطني خلاص. انا جعان. انا برضو هلكت. جعان. ما تيجي النهارده نروح نتعشى في حته. فين؟ ما تيجي نروح اي حاجه في الهرم. الواحد شافعي. قاعد في هدوء. انا زهقت. شافعي. الهدوء. لا خلينا في حاجه في الهرم احسن. انا الواحد حتى يعني البيت والمود بتاع زمان والبيت والهرم والزحمه والكلام ده وحشني كتير على طول. يعني انا عندي في البيت الدنيا هاديه ما فيش هدوء اكتر من كده. بنيجي هنا ما فيش حوالينا غير يعني بيت. الناس كلها اخي حاجه غريبه جدا. الناس كلها بتنبسط جدا من الهدوء والنخل والشجر والمود اللي احنا فيه. بس انا فعلا الواحد لما الاستمراريه في حاجه معينه بتلاقي الواحد زهق. يعني ما تيجي النهارده نروح نتعشى نروح بافلو ولا بفلو؟ طالما بيت ومود وانا اصلا يعني ما بشوفش اهلي تقريبا غير كل 3 4 ايام مره. ها. يبقى نروح حاجه نضرب فيها طواجن تسندنا. طواجن. انا جعان. انا محتاج سندايه اكمل بيها بقيه الاسبوع. تروح فين؟ تروح البرنس. برنس امبابه. لا خلينا في الهرم. الطاقه اللي عندي توديني للهرم. ما بعد الهرم مش هينفع. تبقى تعبان يعني. ممكن اكل حاجه في الهرم اقدر اكمل بيها اروح بيها امبابه. ها.
زي انت بقى. ازيك يا حجاج؟ صباح الخير. الله يخليك بيك. انا لسه داخل اهو. صباح الخير. ازيك يا مدير؟ اخبارك؟ كله تمام. نقول مبروك. الله يبارك فيك. خلصت؟ ايه رايك؟ والله انا شايف حاجه جديده يعني. يلا. ما شاء الله الشغل اللي جوه ده هايل. باين من هنا كده. ما شاء الله. وجدي بيه صباح الخير. اهلا. صباح الفل. ازي الحال؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله الحمد بخير. الله يخليك. لسه جاي من عند ماما. انا ازيك؟ انا كويس الحمد لله. احسن الحمد لله. طيب الحاله النفسيه النهارده كمان كانت حلوه مرتفعه كده شويه. ايه الاخبار يا مجدي؟ الحمد لله تمام. جهزت الدفاتر عشان الزاد ولا ايه؟ عايزه تفضي لي بقى برانشيتا تفويضات تعيشي حياتك. ادي برانشيتا تفويضاتك. تحب تكتبي هنا؟ تكتبي ايه؟ اقعدي انت هنا براحتك ماشي؟ طيب هتلاقي الاقلام جوه. ماشي حبيبي ربنا يخليك. بالليل كالعاده؟ يلا يعني انا اخلص على 10 كده 10 ونص. ماشي الكلام؟ ماشي حبيبي. سلام. نورت. يلا. دايما كده ماشي؟ اذا ذكرت الزحمه ذكر الهرم. والله حاجه صعبه. ممزوجين ببعض. شارع الهرم ده فظيع. زحمه فظيعه. بس انا على فكره بحب الهرم وبحب شارع الهرم عشان انت قعدت فيها كتير. الهرم ليه مود ليه طعم كده مختلف. لا يعني عشان انتوا قاعدين فيه لكن الهرم زحمه جدا. يعني انت جاي بص انت على طول في مصر الجديده ما حبيتيش الهرم وموده؟ لا خالص. سقاره لكن الهرم نفسه زحمه قوي. عادي لك انت بقى تفكك من شقتك اللي في الهرم دي وتيجي تقعد معانا في الشغزيه. ها 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 انت مش هتنقل بكره؟ مش انت طب بعطل اجراءات توضيب الشقه بجد؟ اه يعني ليه مش عايز تتجوز ولا ايه؟ لا طبعا اتجوز ايه؟ شر بره وبعيد. مساء الخير. انا مبدئيا عايز شوربه حمام تنزل تظبط الدنيا. وايه تاني؟ وحمام المحشي. شوربة حمام وحمام. ماشي. أنا ربع فلايت. ربع فلايت؟ ولا ربع فلايت كمان. يعني في نص فلايت. منزو. الحق. ماشي. منزو. إيه الخيانة دي؟ أنت إيه يا عم؟ أنت رايح السفر. إزيك يا عم؟ عامل إيه؟ ده منزو. عاملين إيه؟ إيه الوتران اللي أنت فيه ده؟ تقول. أنت بتاكل من غيري؟ أنت اللي بتاكل من غيرنا. أنت جاي من غير ما تقول لنا منزو. عليك واحد كده. ماشي. كده عليك واحد. هيبقى حاجه تانية بعد ما ده شيء ما فظيع. جميل فعلا. ده كام واحد؟ واحد واثنين. حلو. هو ده حاجه ودول حاجه. حتى الزيق ده من قصر محمد باشا فتحي ده. يعني الحمد لله برضو نقدر نقول الدنيا ماشيه شويه. الناس اللي كانت دافعه عربون بدات ان هي تدفع اللي عليها. ما احنا مش عارفين نجيب البضاعه من عند من بيت المنصورة قبل ما نكون وزعنا شوية من اللي هنا. أيوة. لازم مش نخف. حكاية الناس ما بتشيلش دي مشكلة صعبة. بس هو اتحركوا يعني عايز اقول برضه يعني الترس بدأ يدور شوية. الحمد لله. لا كنا فين؟ كنا فين؟ كان في ركود يعني. فاكر حاجة المزاد اللي قبل اللي فات؟ احنا مزاد ما باعش بحاجة يعني. لكن المزاد ده كان كويس. لا الحمد لله. الدنيا بدأت تمشي، الناس ده بدأت تدفع اللي عليها. ازي فول يا معلم؟ ازي حالك؟ اتفضل ربنا يخليك حاج توفيق. السبت
هتاخده مني اول الشغل اللي احنا عملناه في قصر في وكاله الغوري ماشي شفنا انا بعمل ايه تعمل زي ماشي حلو يا معتز ايوه انت بتنخ رابط لغايه ما احنا نفك واقول لك فك تفك ماشي يا اخوان ايه الاخبار؟ خلصتي التفويضات كلها وبعدين دفتر 31 بعد كده ماشي اوكي ماشي خلاص عندك الكربون هنا اهو اه ده انا دايخ عليه لا والقلم ماشي اوكي تعالى اوريك شويه حاجات بقى نوره ده هنا برضو المكان اللي ايه بنوضب فيه الحاجه برضو اللي هي جايه من عند الزبون يعني مثلا الترابيزه دي كان جايه من عند الزبون الترابيزه كلها كانت بايظه خالص فمش معقوله هنبيعها بالشكل ده فبننضفها ونظبطها كل ده على حسابه مش على حسابنا وبعدين عشان نعرف نجيب نبيعها ونعرضها تحت لان مش هون هتعرض بالمنظر اللي كانت عليه يعني هتبص السقف عامل ازاي السقف هنا والسقف هنا كله رسومات مطرح ما كانوا بيصوروا استوديو التصوير زمان ده اتصور في افلام ايه هنا؟ حاجات كده بتاعت علي الكسار ماري كويني واسيا داغر هم كانوا دايما هيك هنا بص كل ده بالسقف كل ده بالقرش شايف القرش ده كان بتستخدم في ايه الارشات دي؟ الارشات دي كانوا بيحوشوا بيها الاصوات المكن اللي كانوا بيستخدموه زمان والادوات مش زي دلوقتي دلوقتي لازم من زمان كانوا يحطوا بطريقه معينه ويقفلوا عشان ما فيش صوت يطلع من بره ويعمل انتربشن للصوت اللي بيتسجل والكلام ده كله هو دلوقتي بيعملوا الكلام ده بس الكلام ده كله بقى قبل 1922 اه طبعا ما كل ده 22 يعني كل ال 22 ده ابتدى بنك مصر هقول لك 22 احنا بدايه المزادات قبل 22 اللي هو كاتسارس بقى وهو استوديو كاتسارس تمام وبعدين بابو اللي هو جورج بعد كده بقى ايه يعني ايه بابو باليوناني يعني جده ماشي ايه رايك بقى حاجه جميله جدا ها نفسك تعملي ايه؟ تعملي في المزادات؟ اه طبعا ده شيء جميل جدا ولا تكملي دراسة عادي ودي تبقى حاجة تانية؟ اه لا ما هو هي انا يعني اتمنى ان انا اكمل دراسة واشتغل بتبقى دي حاجة تبقى هواية جنب شغلي يعني هي حاجة تبقى هواية فعلا حاجة جميلة لكن مش مهنة أساسية بقى؟ لا مهنة أساسية هيبقى الموضوع صعب شوية ليه؟ الزمن لما بيتغير الناس ما بتبقاش حابه القديم قوي ما بتبقاش ليها حب قوي الحاجات دي مظبوط قليل الناس اللي بتلاقيهم حتى هو ده الواقع اللي احنا فيه دلوقتي لكن مش هتتنازل عن المهنه لا 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 يعني المحل مش هيتقفل لا نهائيا يعني مخاليدس وكاتسارس ده هيفضل على طول هيفضل مكمل باذن الله ماشي خلاص وعد وعد ايوه كده ماشي كمان عايزين اتنين عين موفي يا مراد اديله كرباك الحصان نايم مش هينفع كده ايوه كده اهدى في الستريت ابرايت ووك خش عليه يلا ابو كباتن يلا يا مراد ومستني ماشي وسع خالص هم 8 سدود هو مستني بس رجلك فيه ماشي يلا سمي الله كده يا مراد يلا يا حبيبي اثر سرعه كانتر 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 على طول مش هنهزر اطلع اثر سرعك يا مراد اطلع هو جدع الحمد لله كويس يلا جمسة عم صبح على طول حضرتك مستر ماسل خليك بس تمشي كده بس أسر سرعك عايز تشد ايه اللي هناك اقف يا مراد هلط خالص مراد حط ستريت في وسط كل السدود من بعيد مش محتاجين الموضوع مش مستاهل فاهم قصدي وساعده بصوتك ها ساعده بصوتك حاطط امبالشن محترمه ولف قبل الستريت بسنه باللف فاهم اثر سرعك على اخر يا مراد كرباك في الاول ووسع كله
اخر محاوله للتربع على السادسه الماني. هادي كده لو عدى هيتعود. لو عدى هياخد اول حلقه. ماشي صوتك يا مراد. ماشي استر يا رب. اركب البروكن. طبعا اركب البروكن انا قايل لك. ماشي ماشي. ولا كان ليه اي لازمه بقى اول. ولا كان ليه اي لازمه. الحمد لله. بطل الجمهورية درجة الثالثة المصرية.